جاهز يا مصباح؟ جاهز يا باشا. الساعة 4 الفجر زي ما اتفقنا. غادة هتسيب لك باب الشقة مفتوح. تمام يا كلام بيه. بس اوعي مصباح لحسن نشانك يخيب يعني وجيب الطلقة فيا انا. عيب يا استاذة. يلا يا غادة. روح انت عشان ما تتأخريش عليه. وأي حاجة كلميني. أكيد طبعا. بعد إذنك. صباح انا عايزك تخلص على الاثنين. ما ينفعش واحده بتشتغل عندي تبقى ماسكه على ازل. تمام يا جلال بيه. بس من غير بس اللي اتفقت معاك عليه هيتضاعف. امسك. مهندس شاكر الملاح ده مين ده يا جلال بيه؟ ده جوز غاده الاولاني. هتسيب الكارت ده في البيت كانه وقع منه غصب عنه. دماغك ده يا باشا كلنا بنتعلم منها. ده انت بتزاول الحكومة نفسها. كله عشانك يا مصباح. مش عايز حد يشك فيك. متقلقش يا جلال بيه. لا حقلق. هبطل قلق لما تصور الجثتين تبعتهم لي على الموبايل.